بإذن الله كل خير. النهاردة كمان وزارة الشباب والرياضة طلعت بيان تحاول ترد من خلاله على كل ما أثير خلال الأيام الأخيرة عن مشكلة المراهنات، لأنه شفنا أن الموقع الخاص بشركة التعامل في المراهنات على مباريات كرة القدم المصرية طلعت وقالت أنها بتشتغل بموافقة وزارة الشباب والرياضة في مصر. الوزارة طلعت بيان قالت في ضوء ما تناولته بعض وسائل الإعلام من أخبار بشأن أحد المواقع الإلكترونية التي تبث من خارج مصر لممارسة المراهنات في المجالات المختلفة ومنها منافسات كرة القدم المصرية، تؤكد الوزارة أن جميع اللوائح المنظمة لإجراءات إشهار الشركات الرياضية تحظر تماما إشهار أي شركة يتعلق مجال عملها بالمراهنات سواء بشكل مباشر أم بطريق المساهمة مع شركات أخرى، كما أنه لم يسبق صدور أي قرارات تتعلق بإشهار مثل تلك الشركات. قالت وزارة الشباب هذا وقد اتخذت الوزارة عددا من الإجراءات للتنسيق مع الجهات والمؤسسات المعنية لإعمال شؤونها نحو حجب تلك المواقع الإلكترونية، منع الترويج لها من خلال الأفراد أو الشركات، فضلا عن الإحالة لجهات التحقيق الرسمية. وقالت الوزارة إنه ده استنادا إلى أن تلك الممارسات أو المشاركة فيها أو الترويج لها من الأمور التي تخضع لنطاق الحظر والتأثيم بموجب القوانين واللوائح، وتهيب الوزارة بالجميع تحري الدقة في تداول أي معلومات عبر مختلف وسائل الإعلام دون التثبت من مصادرها الرسمية. أخطر وأهم ما حدث على الساحة الرياضية خلال الفترة الأخيرة أن يتجرأ أحد أنه يدعي أنه كمان بيشتغل بشكل رسمي وأنه حاصل على موافقة الوزارة ويبقى الوزارة تطلع بيان تنفي هذا الكلام وتجرمه وتطلب التحقيق فيه. أول حاجة بتدلك على يعني سوء القصد والنية لهذا الكيان اللي بيدعي إنه واخد موافقات على الممارسات في مجال الرهان والمراهنات إنه ادعى بجرأة شديدة جدا وبدون حياء وما بيخبيش إنه واخد موافقات على الإشهار وإنه يمارس هذا النشاط تحت إشراف الوزارة. الموضوع ده يعني كنا أثرناه من مدة وأنا شايف إنه التحقيق فيه وإن إحنا نغوص في أعماقه هيكشف حاجات كتيرة جدا ومهمة جدا جدا. آن الأوان إن إحنا ننظف المجال الرياضي بقى بجد. يعني نتمنى إن هي تكون خطوة فعلا جادة نحو القضاء على هذه الظاهرة اللي استفحلت في الفترة الأخيرة وأصبحت تهدد مش بس الكورة ولا الرياضة، لا بتهدد المجتمع نفسه وأمنه وسلامته، لأن شفنا حالات اجتماعية كتيرة ناس بتعلن إفلاسها وناس مش عارف بتستلف فلوس واللي بيبيع الذهب مراته، حاجات اجتماعية كتيرة في مشاكل زاد التلاعب يا أستاذ إبراهيم في النتائج المجال. التلاعب وغسيل الأموال على طول هي مرادفات لهذا الأمر يعني.